السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم عند سامي شوب. كما العاده ديما الجديد الاخوان، غادي نبدلوا شويه التلفازه وغادي نحيد وغادي نحيد التليفونات، غادي نرجعوا للسوايع كما العاده الاخوان. جبت لنا الشركه ديال الشاومي المبروعة والثاني شي حاجه جديده اليوم تحطت في السوق. جبناها حنا الاولين ان شاء الله الرحمن الرحيم، نكونوا حنا الاولين وغادي نكونوا حنا سميتو حنا اللي غيكون عندنا الثمن ماضي الاخوان كما العاده. هذه ميبرو واتش تي 1 الجديد، وكاينه هذه حتى هي ميبرو واتش سيدو. كما كتعرفوا كانت الميبرو اكس 1 هي هذه الاخوان، كانت باقي عندنا باقي متوفر الناس اللي كيسولوا فيها، وكانت ميبرو ميبرو لايت. ميبرو لايت ما بقاتش عندنا، كنا كنبيعها ب 470 درهم. اكس 1 باقي متوفر عندنا، الثمن ديالها اللي هو 500 درهم. اليوم الاخوان الفيديو هذا غنديروا على السوايع اللي خرجت لنا الميبرو جداد، يعني اخر ما كاين في الميبرو. كاينه هذه كما قلت لكم السيدو، الاخوان اللي غادي ياخذ المكنه كوبيه في السوق 300 درهم ولا 250 درهم، هذه راه مزيانه اوريجينال. هذه بعدا يعني عندك الكارونتي ديالك عام ديال الضمان، عام ديال الضمان الاخوان، وكتاخذ شي حاجه اوريجينال، يعني الكرو ديالها غادي تبرع ماشي بحال الكوبيه. كتاخذ شي حاجه كوبيه كتبغي تبدل، فهمتي؟ راكم عارفين السوق شنو كيدور فيه. هذه راه كتبقى الثمن ديالها 299 درهم، 299 درهم اوريجينال ديال الميبرو، اخر ما كاين، اخر ما تحط السوق اليوم ان شاء الله. وكاينه هذه، غادي نحلوا هذه المكنه، هذه غنحلوا هذه الساعه ان شاء الله باش تشوفوها، باش نشوفوها حتى حنا، حيت يلاه جبناها وبغينا نديروا هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نعاودوا شي فيديو اخرى ماشي اليوم، غير بغينا نلوحوها للناس يشوفوها، واللي خاصو الساعه واللي مازال ما دارش الساعه يجي عندنا يتقضى غرض، مرحبا به. هادشي اللي كاين اخوان هي هذه، هذا الصمت ديالها اوريجينال، شي حاجه كتحس بها اوريجينال في يدك، ماشي هي هادي. هادي راه فيها اموليد، فيها الحاجه اللي كيقلبوا على الناس بزاف، ها هي الميكرو. هادي راه يمكن لك دير منها، فيها الميكرو تجاوب منها، وكتدي 7 ايام ديال الشارج الاخوان كما كتعرفوا. فيها اكثر من 20 مود ديال السبور، انتم كتشوفوا ديال الماء، وغارانتي حتى هي راه فيها غارانتي عام، غارانتي عام، وباش زوينه فيها الاموريد. ما كان ما كبيره ما صغيره، فهمتي؟ غنضربها في يدينا نشوفوها كي دايره. الاهم الاخوان هو لا غارانتي، وكتعرفوا المكنه ديال الميبرو راه ما فيهاش المشاكل كما كتعرفوا، راه ما فيهاش المشاكل. الناس اللي خداو الاكس 1 راه عارفين، هي هذه الميبرو، وغادي يكون فيها واحد الثمن اللي هو ناضي. راكم عارفين دابا السوايع اللي كاين في السوق، راكم عارفين السوايع اللي كاين في السوق، اغلبيه ديال السوايع الاخوان ما فيهمش الكارونتي باش تعرفوا، ولكن بالنسبه للشاومي ولا الهواوي ولا سميتو راه كيعطونا كارونتي عام. هي هذه الاخوان، خاصنا الابليكاسيون ديالها تنكتيفيوها، غادي نوريوها لكم في فيديو اخر ان شاء الله. سهله، غنشوفوها الابليكاسيون ديالها. المهم هو الثمن وشنو فيها. كما قلت لكم المكنه راه فيها اموليد وفيها الميكرو يمكن تجاوب منها، وكدير في الشهر 7 ايام، والثمن اللي هو 549 درهم، 549 درهم ان شاء الله غادي نديروا ليها. وهذه كما قلت لكم كتبقى الثمن ديالها 299 درهم. هذه ماشي اموريد، ولكن راه احسن من السوايع اللي كاين دابا في السوق ديال 300 درهم، اللي كتاخذ الساعه كوبيه ماشي اوريجينال، يعني كتضرب عندك يقدر تضرب عندك الشهر، يقدر تخسر لك تلوحه، ما عندك الكارونتي. هذه الاخوان فيها لا كارونتي عام، وهذه الطياره فيها لا كارونتي عام. بالنسبه للناس اللي خاصو الساعه يجي عندنا، مرحبا. حنا كاين في المحل ديالنا كاين في جوهره سيدي مومن، راه كنديروا ليفريزون لجميع المدن المغربيه، يعني كاين اللي عنده الساعه وغايجي ياخذ الساعه اخرى، كاين اللي غادي يجي ياخذ جوج، يعني كيتهلا في راسو كل واحد اللي يسهل عليه. هادشي اللي كاين الاخوان، مرحبا بكم.